بتاعت البحار بتزيد، السي ليفل بيزيد، فده معناه ان احنا هنغرق. معناها ان لما البحر الليفل بتاعه يزيد ده يحصل فلودنجز او فيضانات. ده غير ان الجلوبال وورمنج بشكل عام بيأثر على الكلايمت في العالم كله بشكل مختلف. احنا مثلا زي العواصف اللي كانت موجوده عندنا دي عمرها ما كانت بتيجي، قليل قوي. فالجلوبال وورمنج بيأثر على الكلايمت، يخلي مثلا حتت الرين فول يزيد، حتت الرين فول يقل، and so on. بلس بيزود الريسك العواصف الجلوبال وورمنج بطريقه جغرافيه ما، طبعا مش مهم نعرفها، اللينك ما بين الجلوبال وورمنج والعصير. بيزود الجلوبال وورمنج الريسك اوف هافينج مور فايلنت ستورمز، عواصف اكتر تموت انيمالز وبلانتس كتير، تعمل اكستنكشن، الايكو سيستم بتقل. قلنا في ترم مهم قوي نقول هو البايو دايفرسيتي، بتقل التنوع في الكائنات الحيه سواء بيولوجي سواء بلانتس او انيمالز، بيقل والايكو سيستم هتبقى لا ستيبل، لان لو واحد انقرض واحد تاني هيقرض واحد تالت اند سو اون. حتت مش هتعرف تزرع زي الاول، بس في حتت بقى هتبقى اقل تضررا من الجلوبال وورمنج. الجلوبال وورمنج المستفيدين منه قليلين، الحتت اللي كانت برد مثلا بقت حر، بيعرفوا مثلا ايه يزرعوا، لان انت زودت الريت اوف فوتو ايه سنتيسس. طيب تعالى نخش بعد كده على conservation. اسمها by conservation. conservation هي البروسيس ان احنا we look after our natural environment، تاخد بالك من الانفايرمنت بتاعتك ليك وللاجيال القادمه for the future generations. لان انت زي ما بتستمتع بالايكو سيستمز دلوقتي والطبيعه اللي حواليك، الاجيال اللي بعد كده لازم تستمتع بيها. مش عايز تستمتع اللي هو تتمشى وسط الطبيعه وتعمل، مش قصدي كده، بس قصدي الاكل متوفر، الحيوانات متوفره، السياحه متوفره، القصص دي كلها ده نوع من الاستمتاع يعني. خلاص، فاحنا هنا conservation الهدف منه ان احنا نزود، مهم قوي الترم ده، نزود حاجه اسمها البايو دايفرسيتي. ايه هي البايو دايفرسيتي؟ ان انت يبقى عندك range of different species في area معينه. البايو دايفرسيتي حلوه، التنوع الحيوي او التنوع البيولوجي، التنوع في الكائنات الحيه. كل ما يبقى عندك variety of organisms، نباتات وحيوانات وبكتيريا وفنجاي كتير حواليك، كل ما بنقول البايو دايفرسيتي عاليه، ومعناها ان الايكو سيستم دي تبقى مور ستيبل. لان الايكو سيستمز اللي البايو دايفرسيتي قليله، يعني الكائنات الحيه قليله، لو واحد انقرض سهل على التاني ينقرض، والتالت والرابع والخامس، فكده ايكو سيستم لا ستيبل. لكن حته التنوع فيها عالي، الكائنات الحيه فيها كتير، يعني بايو دايفرسيتي عاليه، ده معناه ان انت ايه؟ ايكو سيستم دي بقى مور ستيبل. فانا بعمل كونزرفيشن عشان كلمه مهمه قوي، ازود البايو دايفرسيتي والستابيليتي. وده بقى دور الايه؟ الجفرمنتس وورلد وايد، ان هي بتحاول تحافظ على كل حاجه حوالينا عشان البايو دايفرسيتي تزيد. ولما البايو دايفرسيتي تزيد احنا نستفيد كاكل وكشرب وكميديسن وكسياحه والقصص دي كلها. طيب تعالى نشوف ازاي بقى بنعمل كونزرفيشن، ازاي بنمبروف الايكو سيستمز ونحافظ عليها. يبقى في حاجه بقى اسمها سستينبل ريسورسز. يعني سستينبل ريسورس؟ سستينبل ريسورس يعني ريسورسز او موارد can be removed from the environment without it running out. حاجات بتقعد تستفيد منها من الانفايرمنت من غير ما تخلص. زي ايه؟ الشمس، سولار انرجي، زي الويند، زي الهواء، زي الميه. كل دي sustainable resources. resources او موارد متجدده، سهل ان هي ايه؟ تتجدد. طيب في حاجات مثلا زي الخشب والاسماك، الاشجار والاسماك، الحاجات دي مش سستينبل. الحاجات دي انت نظريا لو قعدت تستهلك منها هتخلص، ممكن سبيشيز من السمك تنقرض، قعدت تستفيد منها، حتى قلنا ده اسمه اوفر هارفستنج. قعدت تتقطع في شجر كتير، ممكن فصائل تنقرض، فدول مش سستينبل. بس انت بايديك ممكن تخليهم سستينبل، اللي هو مثلا ايه؟ اللي هو لو انا مثلا عملت ريجيليشنز معينه لصيد السمك، هنتكلم عليه كمان شويه، ما عملتش اوفر فيشنج، السمك كده سستينبل ريسورس، هقعد استفيد منه مش هيخلص. الشجر لو قصاد كل شجره مثلا قطعتها زرعت واحده تانية، مش لازم في نفس المكان، في مكان تاني، كده انا خليت الشجر سستينبل ريسورس. بس في حاجات بقى ريسورسز مش سستينبل، حاجات دي ما عملت بقى ايه، مش هعرف اعوضها، هنقعد نستفيد منها وهتخلص، زي الفوسيل فيولز طبعا.
البترول بقى والزيوت والفحم والقصص دي كلها، الحاجات دي احنا لما بنقعد نستهلكها الحاجات دي مش سستينبل، هتخلص. فانا لازم احاول احافظ عليهم. اللي بيحب قوي الكلمه دي بيقعد يسقف لك لما تكتبها، فور ذا فيوتشر جينيريشنز، ازاي احافظ على الحاجات دي خصوصا الفوزل فيولز للفيوتشر جينيريشنز عشان ما تخلصش، ومن حقهم يستفيدوا منهم زي ما انت ما استفدت منهم. اهم حاجه بالريسايكل، اعاده تدوير الحاجه، بدل ما تقعد تستخدم حاجه معينه مثلا بلاستيك مثلا ولا جلاس بعدين ترميه وتقعد تجيب فاصل فيوز تاني عشان تعمل جلاس جديد، طب ما انت ممكن تعمل ريسايكل للجلاس القديم. انت كده ايه؟ وفرت الفاصل فيولز اللي انت ممكن تعمل بيها جلاس جديد للفيوتشر جينيريشنز، كده حافظت عليه، عملت له كونزرفيشن، صح؟ الجلاس ده بيتعمل له ريسايكل ازاي؟ الجلاس ده معمول من ساند، رمل، شويه كيميكال تانية زي اللايم والصودا، الحاجات دي طبعا نون سستينبل هتخلص. فالحل ايه؟ ان احنا نعمل ريسايكل، خصوصا كمان ان انت عمليه انت تعمل نيو جلاس ده هتستخدم كيميكلز بتمبرشر عاليه وهتقعد تلوث الانفايرمنت، تقعد تطلع كربون دايكسيد كتير. فانا هنا بعمل ريسايكل للجلاس ليه؟ علشان احافظ على الفاصل فيولز ما تخلصش، وفي نفس الوقت اقلل البولوشن انفايرمنت. فبيعملوا ايه؟ بيجيبوا الجلاس يعملوا كراشنج، الازاز يعملوا كراشنج، يسيحوه ويعملوا ملتنج في تمبرشر عاليه، ويعيدوا تدويره ويعملوا ريسايكل في ايه؟ جلاس اوبجكتس ثانيه، اشكال ثانيه للازاز. خلاص بالطريقه دي انا طلعت كربون دايكسيد اقل، وفي نفس الوقت حافظت على الفوسيل فيولز، حاجات زي اللايم والصودا والقصص دي، من ايه تخلص. ممكن برضو نعمل ريسايكل للبلاستكس. بلاستكس عاده اللي حوالينا دي بتبقى معموله من الفوسيل فيولز، وعرفنا اضرارها من شويه ان هم نون بايوديجرادبل بلاستكس. فانا لما اعمل ريسايكل للبلاستيك برضو بقلل استخدام الفوسيل فيولز وبحافظ على الانفايرمنت. خلاص مش لازم تعيد تدوير البلاستيك ده في حاجه معينه، ممكن تعيد تدوير البلاستيك ده تعمل ريسايكل في حاجات تانيه. تستخدم البلاستيك مثلا تعمل باكينجز، تقعد تعمل مثلا حاجه اسمها فليس كلودينج، في نوعيه من الهدوم كده معموله من الريسايكل بلاستيك. كان حتى ساعات بعض الفرق زي ريال مدريد وكده عملوا ماتش كده عشان يحفزوا الناس بلبسوا تي شيرتس معموله من ايه؟ الفليس كلودنج دي، معمول هدوم معموله ريسايكل من بلاستيك. خلاص تحفز الناس. ممكن نعمل ريسايكل للبيبر. البيبر ده اصلا بنجيبه منين؟ بنجيبه من الشجر. انت كده بعمل ريسايكل للبيبر عشان احافظ على الشجر واقلل برضو البولوشن. بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الورق القديم يعملوا له ميكسنج مع ووتر وكيميكلز عشان يشيل اي انك موجود فيه. بعد كده بيعيدوا تدويره بيعملوا ريسايكل في ورق تاني. الورق التاني ده بيبقى كواليتي اقل شويه، يعني انا مثلا ورق المذاكره اللي انا بذاكر فيه ده ممكن يعمل له ريسايكل في تويليت بيبرز مثلا، مناديل. ساعات بيعملوا له ريسايكل في ورق يتكتب عليه بس ايه؟ اقل كواليتي شويه، مش مشكله اكتب يا عم اقل كواليتي، اللي هو الورق الاصفر اللي بنكتب فيه ده ساعات. خلاص؟ فهنا انا استفدت ايه من الريسايكل بتاع بيبر؟ انا ريديوس ذا نمبر اوف تريز ان انا محتاج اقطعها اعملها كاتنج عشان اعمل نيو بيبر، وفي نفس الوقت قللت البولوشن، لان عمليه ان انت تقطع شجر وتعمل ورق ده طبعا بيطلع زي جاربج او زباله كتير بتلوث الايكو ايه سيستمز. خلاص طيب ممكن برضو نعمل ريسايكل للميثودز. مش مهم نعرف ازاي، طيب نعمل ريسايكل لايه؟ للميثودز عشان خاطر الميتال اورز، الاورز دي اللي هي الصخور، قلنا الاور دي اللي هي الصخره اللي بتستخرجها من بطن الارض عشان تطلع منها الميتلز مثلا او الكيميكلز، صح؟ فانا ممكن الميتال اورز دي they are not renewable هيخلصوا، فانا ممكن اعمل ريسايكل لمين؟ للميتلز، على اساس ان انا ايه استفيد منها وللفيوتشر جنريشنز احنا حافظنا على الانفايرمنت. خلاص حتى انت لما تيجي تعمل ريسايكل للميتلز انت كده وفرت 95% من الانرجي اللي بتهدرها في استخراج الاور ده من بطن الارض، بس انت تطلع منه بقى الايه؟ المادلز دي. فاحنا المفروض نعمل ريسايكل للاغراض دي. خلاص